خمسة ستة هم كان كتلوكم وكتلتوهم، بس مو هيجي 20 جاهل ذبحون ماكو هيجي عمره 15 يوم وليد ولدناه 15 يوم ذاك اليوم ولدناه 15 يوم عمره بالسؤال كلها جاهل بس الذبح فقير قبلها مو صاحي شطار ربته هيجي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله. ايش طال قاسم سوي؟ طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. مجزرة تلو مجزرة، مجزرة الفرحاتية في صلاح الدين في الشهر العاشر من العام الماضي، جاءت بعدها مجزرة نهر الإمام في محافظة ديالى في نفس الشهر، ومجازر أخرى سبقت هذه المجازر، لتأتي مجزرة جبلة في محافظة بابل ليودع العراقيون سنة 2021 ومعها عائلة كاملة مكونة من 20 شخصا أغلبهم أطفال ونساء. لكن هذه المرة ليس على أيدي الميليشيات أو داعش، بل على أيدي أرفع جهاز أمني لدى الحكومة وهو جهاز مكافحة الإرهاب. حاولوا تغييب الحقيقة عن هذه المجزرة، عن هذه المجزرة المروعة، تارة بأن صاحب المنزل هو تاجر مخدرات وهو من قتل عائلته، وتارة بأنه إرهابي ويأوي إرهابيين معه، لتتبين الحقيقة بأن خلافا عائليا بين أحد ضباط وزارة الداخلية وبين العائلة المقتولة دفع بالضابط لتلفيق تهمة خدع بها جهاز مكافحة الإرهاب. فهل يعقل بأن جهازاً كجهاز مكافحة الإرهاب يقع في هذه الخدعة؟ وليخرج محافظ بابل ويقول بأن المجني عليه ليس عليه أي دعوى قضائية في بابل وأنه غير مسجل ضمن قائمة الخطر. كيف للمواطن العراقي بعد كل هذه المجازر أن يثق بالحكومة وأجهزتها الأمنية؟ بل أين الحكومة الصامتة عن هذه المجزرة وما قبلها من المجازر؟ أين رؤساء السلطات الثلاث، رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان من هذه المجزرة وما حدث قبلها من مجازر؟ أليست المجازر التي سبقت مجزرة جبلة أصبحت طي النسيان في ملف الحكومة عن طريق إماتتها بلجان التحقيق التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دون نتائج تذكر؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم بعنوان متى تنتهي المجازر بحق العراقيين، حيث أعلنت الحكومة الحالية فتح تحقيق بمجزرة جبلة في محافظة بابل وسط تناقضات وتضارب في تصريحات المسؤولين حول ملابساتها، الأمر الذي يقود إلى طي صفحة التحقيق دون نتيجة كما هو حال التحقيقات السابقة. نتابع هذا التقرير الذي يرصد مجزرة جبلة التي راح ضحيتها أطفال ونساء، ونعود إليكم. شماعة الإرهاب حاطينها علينا، جبلة خالية من كافة الإرهاب ومحافظة بابل خالية من كافة الإرهاب، يعني يقتلون عائلة كاملة بجريرة الإرهاب. ليس أكو إرهاب في قضاء جبلة، والمسؤولون المسؤولين يشهدوني بهذا الشيء. يعني يقتلوني، يقتلون 20 نفس بما بيهم طفل يرضع 15 يوم عمره بداعية الإرهاب. وين صايرة هاي؟ إلى متى هذا الإرهاب يبقى يلاحقنا؟ نذبح ونسجن ونقتل بطريقة الإرهاب؟ أين المسؤولين؟ وين المسؤولين؟ يعني هي هاي المسؤولية؟ هي هاي الناس اللي تقود البلد؟ القوات الأمنية تحمي، القوات الأمنية
المسؤولية تحمينا وليس تقتلنا. لا ما تقتلنا. إلى متى؟ هاي صار 18 سنة احنا نعاني باسم الإرهاب، إعدام باسم الإرهاب، ومعابدات باسم الإرهاب، وقتل باسم الإرهاب. يعني إلى متى؟ إلى متى؟ يكفي يكفي، اطوى شغلة الإرهاب. أما المجرم والله المجرم كله احنا عليه. هاي جيران المجرم كله احنا عليه. وشكرا. مجزرة ثم فتح تحقيق بها ثم طي القضية دون نتيجة. هذه الدورة الطبيعية للقضايا الأمنية في العراق بعد عام 2003. مجزرة منطقة جبلة في محافظة بابل ذات المعالم الواضحة والتفاصيل المؤلمة أعلنت الحكومة الحالية عن فتح تحقيق بها، ومنذ البداية بدأ التخبط وكثرت التناقضات في تصريحات المسؤولين. فمرة الضحية تاجر مخدرات، ومرة آوى إرهابيين في منزله، وأخيرا يخرج محافظ بابل بتصريح ربما لا يفهمه إلا هو، عندما قال إن صاحب المنزل رحيم الغريري الذي استهدف منزله لم يكن مطلوبا بأي تهمة، ثم قال بل كان هناك أمر قبض صادر بحقه من محكمة بغداد. ولإثارة الدهشة أكثر يواصل محافظ بابل تمييع الجريمة، فيقول إن القوات التي هاجمت منزل الغريري تفاجأت بعد الهجوم بوجود ضحايا مدنيين في المنزل. رحيم الغريري و19 شخصا من عائلته بينهم أطفال ونساء قتلوا بهجوم القوات الأمنية. اتفق المسؤولون أخيرا وإن كان على مضض على توصيف الحادثة بالجريمة، فهل يكفي العدالة للضحايا هذا التوصيف دون محاكمة مرتكبي المجزرة بعقوبات منصفة، وليس الاكتفاء بإقالة مسؤول أو نقل ضابط من مكان إلى آخر كما هو معتاد؟ مجزرة جبلة حدثت تزامنا مع قيام مصطفى الكاظمي بتهنئة العراقيين بالعام الميلادي الجديد، مستعرضا إنجازات حكومته في السنة المنصرمة، تلك السنة التي شهدت هجمات ميليشياوية طائفية كان من بين أعنفها مجزرة قرى المقدادية في محافظة ديالى. وختم هذا العام بمجزرة جبلة ببصمات طائفية واضحة، وقد تكون استئنافا لسلسلة تغيير ديموغرافي في كل المناطق القريبة من بغداد، وخصوصا في شمالي محافظة بابل، وما ناحية جرف الصخر ببعيدة عن منطقة المجزرة الجديدة. نعم، معنا اتصال أبو حيدر من ديالى. أبو حيدر، يعني مجازر حدثت في الآونة الأخيرة، خلال شهرين 3 مجازر صارت بالعراق، واحدة بصلاح الدين، واحدة بديالى يمكم، والبارحة أولة البارحة في بابل. يعني معقولة بأنه ضابط يضحك على جهاز مكافحة الإرهاب وهو عنده مشكلة عائلية مع هذه العائلة، ويجي جهاز مكافحة الإرهاب يقتل 20 نفس أغلبهم أطفال ونساء؟ تفضل أبو حيدر. أبو حيدر تسمعني؟ أبو حيدر، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو حيدر من ديالى. معنا محمد من أمريكا، نفس التساؤل محمد، تفضل. نعم، معنا أبو عراق من الفلوجة، نفس التساؤل أبو عراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. هاي قلنا عود إن شاء الله سنة خير علينا، بس عمي هاي الميليشيات ما وراها لا خير ولا غير. أستاذ عمر، هاي صار لنا 18 سنة. نعم. شفنا احنا من دول الأحزاب ماكو حكومة، من تقولوا لي اكو حكومة أقول لك لا، تحت ميليشيات تحت عصابات جايين لتصفية الشعب العراقي. أستاذ عمر، لازم يبقى الشعب العراقي العدد موالهم هالقد، هذول جاي يشتغلون ولا للخارج، قسم الإيران وقسم حتى مشتركة الجرائم كل ما بري أحد. أنا العراق ساحة معركة صراع. نحن والله يا أستاذ عمر أرجع وأقول لك، إذا ما نتوحد ونصير إيد واحدة الشعب العراقي، والله
والله لا تبقى النوب مو بس 18 سنة إلى مدى الحياة يدمرون ذوله مين يخافون ذوله يقول لك احنا سلطة أعلى من الدولة يا دولة يا غيره أنت يا مصطفى الكاظمي كل ما تطلع وفتحنا لجنة التحقيق وين الأوليات التحقيق مالك مال ديالة ومال موصي وين أي تحقيق هذا ومال متظاهرين اللي راحوا أبرياء عمي يا كاظمي يا حكومة أستاذ عمر والله 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 خلي اسمعني الشعب الصوت بالشعب مو بالأحزاب هاي يعني معقولة هاي أحزاب تعسى على هي الشعب والله ما معقولة وأنا أشكرك أستاذ عمر نعم أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة. محمد من أمريكا. محمد قوات سوات هجمت على هذه العائلة وقتلت 20 شخص يعني يعقل بأن هذا الجهاز جهاز حساس في من أجهزة الحكومة في العراق يقع في شرك الضابط اللي عنده مشكلة هو نسيبهم عنده مشكلة عائلية معهم قال أبلغ الدولة وصل لها للحكومة لهذا الجهاز وصل لهم أمر بأن هذا الشخص مرة قالوا تاجر مخدرات مرة قالوا إرهابي هل يعقل أنه يحدث هذا الأمر في العراق؟ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك هذا مو جهاز وطني هذا جهاز إرهابي إرهاب دولة هم رب الإرهاب هم يقودوهم الميليشيات الإيرانية حرس الثوري الإيراني يقودهم أخي شنو الضابط يجلس له يجلس له مجموعة يقتل 20 نفر يا قانون هذا نعم كفيلك محمد لو موجود أبو هبلة كان حرقهم حرق هم وعواله هذا الكاظم الطلي حاطينه رئيس وزراء والله حشك ما خلي يسرح بأربع طليان شنو دول الحسارة جابوها من ديالة من تكريت حشام حش عمي ما يريدون عراقي سني يبقى بالعراق عراقي سني ما يريدونه هذا كاظمون غير كاظمون عمي هذا كان الجواد قاسم سليمان الله لا يرحمه لا دنيا بس بدون تجاوزات هو هذا نعم. مهدي المهندس الفاشل ابن الفاشل هم دمروا العراق هم يريدون ما يريدون سني بالعراق يا أخي ما يريدون سني بالعراق يبقى يهجرونه ويقتلوه هو رب الجرائم هو هذا الكاظمي والميليشيات هذا العامري والخزعلي الله ينتقم عليهم على هاي 2022 لا لقتهم والنوب هل العمايم دول هل المخدرات عم دمروا البلد كافي كافي دمروا شعب ثور عليهم يا الشعب ثوروا عليهم بالأسلحة ثوروا دول مو العين وغاتي محمد من أمريكا كان معنا شكرا لك فقط للتصحيح بأنه إحنا قلنا في بداية الحلقة بأنه جهاز مكافحة الإرهاب الذي هجم ولكن هي قوات سوات وقوات سوات كذلك يعني معروفة وتصنف من قبل الحكومات المتعاقبة على أنها قوات نخبة وكان من المفترض أنها تعتمد على معلومات مؤكدة وليس معلومات مضللة من قبل ضابط لديه مشكلة عائلية دفع بعشرين نفس أن تقتل على يد قوات سوات معنا عباس اتصال من البصرة تفضل عباس نعم أخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك يا أخي ما نقول ألف رحمة على روح الشهداء آمين مع الأسف والله مع الأسف مو حكومة هاي نعم. هاي شلة تعبانة حرامية نشالة يعني بشرفك إذا مطلوب نعم عباس للأسف والله يعني اعتمدنا على الشعب العراقي الشعب العراقي ما ينتفض على هذول الطليان هذول الحرامية مع كل الأسف إنا لله وإنا إليه راجعون نعم أنا أشكرك عباس من البصرة كان معنا أبو علاء من واسط يعاود الاتصال بنا أبو علاء شفت أنت اللي صار بجبلة عائلة مكونة من 20 شخص أغلبهم أطفال ونساء راحوا بسبب وشاية كاذبة من قبل نسيبهم وهو ضابط في وزارة الداخلية يعني لم يحترم
رتبته وظيفته، بل ظلل كذلك كما يقولون بالمعلومات، ظلل قوات السوات التي هجمت وقتلت 20 نفس. شنو رأيك أبو علاء؟ تسمعني؟ نعم. هاي تجي من ناس من بغداد تقتل ناس أبرياء، جريبين علينا ناس فقرة ما عندهم كل شيء هذولا، يعني جريمة نكهة. وين الحكومة هاي الفاشلة؟ هاي حكومة فيش. نعم 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 أبو علاء كمل. وين هاي الحكومة؟ هاي الحكومة مالت الكاظمي ما يعدمهم، يطلع شوية يهد العالم. هاي العالم اللي متضاربة يطلع للشعب يقول هذول مذنبين، يعني ما صايرة هاي عم، لا بالإسلام ولا بكل شيء. يعني قوات تجي من بغداد تقتل ناس أبرياء، كل شيء ما يسويها. نعم، من يتحمل المسؤولية؟ من يتحمل مسؤولية هذه المجزرة؟ تحقيق كله كذب كذب، لا تحقيق ولا هاي، يجون شوية وفيه مالها. نعم، زين المواطن شلون راح يثق بهذه الأجهزة؟ ما عندها أمان بعد، هاي الدولة ما عندها أمان عمي، ما عندها أمان. هاي هاي يعني كارثة سوداء. أنا لا حاجيك شيء عموما، مساع يقول كنا يريدون لا إحنا كنا خوال، ماكو تفرقة بين هذا وهذا والله. نعم، أنا أشكرك أبو علاء من وسط كان معنا. معنا محمد من بابل. محمد، المجزرة حدثت في بابل، كيف تصف هذه المجزرة؟ محمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا ريت تسمعني من الموبايل وتنسي التلفزيون الأخير. الله يخليك، تفضل أخويا. بس بخصوص قبل قليل يعني أحد المتصلين يعني دخل بيها طائفية ودخل بيها سنة وشيعة، وثاني شيء يعني جاب الشهداء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الله يرحمهم. يعني ما له دخل، يعني شغلة شخصية، يعني تجيب الشهداء والسهم ليش؟ تمام، يعني احنا عتبنا كنا على يعني شيء متصلين. هو يمثل وجهة نظرة، ما يمثل وجهة نظر القناة. نعم، أنت الآن تحدثت ووصلت له الرسالة، اعطيني عن المجزرة. المجزرة أخويا هو يعني التحقيق هو ياخذ مسراء، احنا ما نقدر نقيم، يعني احنا ايش ندرينا بالصار. يعني أنت طلع محافظ بابل وقال المجني عليه، ما عليه أي تهمة، وما شف الصور الأطفال، وهسه أنت دعا تنتظر لي يعني التحقيق؟ نعم خويه، بعد اقول لك يعني ايش ما ادري انا وياك. نعم ايش ما ادري. لا هو الحكومه طلعت وقالت يعني يابا القضيه قضيه نزاع عائلي، اكو خلاف عائلي، ها، وهذا الرجل ما عليه شيء. نسيبهم ضابط بوزاره يعني الداخليه، بس اسمع لي، ضابط بوزاره الداخليه لو هاي وحد وهاي وحد، يعني صور الاطفال ما هزتك؟ ان شاء الله ما هزتك صور الاطفال. عجيب، شلون تتهم الآخرين بالطائفية وأنت يعني ما تهزك صورة لطفل؟ أنا أشكرك محمد من بابل كان معنا. معنا أبو محمد وهو نازح من جرف الصخر، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم أخوي. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخويا. بخصوص العراق، العراق إحنا مجزرة مال جرف الصخر، مجزرة تجارة، مجزرة صارت الموصل، كل مكان صارت مجازر. لحد الآن يا أخي ما حد عرف أي منه سوى المجزرة، ولا أقول له تحقيق ماله، وهي مبينة. يا أخي هسه مثلا يعني هسه هزموا جماعة سليماني وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وغيره، يدافعونهم ما يدافعون هالناس اللي مع الناس اللي قتلت الناس هاي الشهداء. البعض يعتبروهم مو عراقيين ومو بشر يبدو. نعم البعض يقول مو هذا، يعني هاي الصور هسه بدنا نشوفها، الصور ما تهز. نعم. بس واحد يطلع يتجاوز، وطبعا هذا الامر مرفوض. لا نعم شلون نعم يتجاوز، بس بشر خليه يموت. نعم. طب مرض بالنسبه. نعم. للبعض مع الاسف. من يموت؟ يموت ابن المسؤول ويموت البقير. ما سروا جرف الصخر وين مهجرين، وين شعدهم، ما راحوا، وين وين ساكنين هسه؟ ما عندنا هم وين المجازر، ما عندنا هم وين المقيفين، ما عندنا هم وين.
هسه هسه بجبل مسوين مجزره وكلهم لابسهم يسوون مجازر، حتى لو السياسات مجزره ما حد يعرفها منهم، يعرفونهم بس زين. ابو محمد لو ابو محمد كله تدخل خارجي ايران، لو سلمنا بالروايه الاخيره مثل ما طلعوا الناس وحكوا اقرباء العائله المقتوله اهل المنطقه، محافظ بابل قال هذا الرجل ما عليه شيء، وانه اكو خلاف عائلي ضابط بالداخليه مناسب ذول الناس، زعلانه مرته جايه ام اهلها ويريد ياخذها بالقوه، وابوها واخوها ما يقبل يرجعها، يقومي يخدع جهاز كامل او وزاره كامله ويقول لهم يابا ترى هذا تاجر مخدرات مره ومره يقولون ارهابي، وتجي قوات السوات من بغداد وتفوت على هاي المنطقه وتقتل لها 20 شخص، شنو هاي هاي قوات لو شنو هاي؟ وين الجهد الاستخباراتي؟ وين المعلومات؟ ماكو عمي، كليته خارج، احنا شغلنا كله خارج العراق، راس الحيه هي ايران، احنا اذا ضل نركب نصير ديول لايران ونصير ديول الغيرها السعوديه واللي يقول ما ادري وين، ما احنا اذا مو العراق بالعراق، ما هاي العراق هسه مو يحكم العراق عمي، هسه الكاظم ما يحكم العراق، مو هو اللي يحكمه عمي، يحكمه هو كيف هو، ذاك اليوم كان بايران وجي هسه هادي العامري وغيره والخزعلي بدون يصيرون علينا، بدون يصير علينا رؤساء انتخابات، ما جاي يقرونها من وراء واحد ما يسوي الا فصعونه. أنا أشكرك أبو محمد وهو نازح من جرف الصخر. معنا أبو حيدر من ديالة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك خويا العزيز، شلونك؟ يا هلا بك، تفضل. تسمعني؟ أسمعك، تفضل. ألو، تفضل خويا العزيز. أنا منتسب من فرق، أنا منتسب من الفرقة الأولى. نعم اي انا منتسب للفرقه الاولى 2019 27 8. صارت عندي ظروف معيشه، يعني ظروف عندي مريض مريضه بالبربي، طلبت من عامر فؤاد اجازه، عامر فؤاد اذا ما تدق 750 بجيبه ما ينزلك، مستحيل ينزلك. قابلت جمعناد، قابلت جمعناد وزير الدفاع، وزير الدفاع أسمعك. ألو، أسمعك عين أبو حيدر. ألو أي عين. قابلت وزير الدفاع، وزير الدفاع أنطاني كتاب، ومن الكتاب ضابط نقلي نامش كل الكتاب، قال شهر 12 إن شاء الله أنت الدام وقتك ينصرف، وانتهت إلى 2021 والحد الآن ما عندي أي استفسار على هذا الكتاب، الكتاب نام، كل ما أروح للوزارة يقول لي انتظر، كل ما أروح للوزارة يقول لي انتظر. فهسه الحل، يعني الحل رسالة الجمعة ناد وزير الدفاع، الرسالة ما في، يعني شلون، يعني الكتاب أنا شلون أعرف عليه؟ يعني هو وزير الدفاع نفسه اللي يختم الكتاب ما توقع الكتاب، أنا أروح للوزارة يقول لي انتظر، أروح للوزارة يقول لي انتظر. نعم. والحل شنو هسه الحل؟ الحل يم وزارة الدفاع أبو حيدر، الحل يم وزارة الدفاع. أنا أشكرك. إيه؟ أبو هاشم من بغداد، تفضل أبو هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا بك، يا هلا بك عمي. هذه الحادثة حتى الحيوان يمشي عليه، يعني حتى ما عنده عقل من يشوف إيش معتاده ويمشي. الله وكيلك، هذا البارحة ما حاطقنا بحلقي، شنو أطفال مذبحين جهال، طفل عمره 15 يوم والله عنده مشكله مع المسيب، وما بيسموه مرهابيه، ما بيسوونه والله هذا يشتغل بالمخدرات عمي. هذا اتقوا الله، اتقوا رب العالمين، خافوا الله، زين خافوا من الله. الحكومه وين؟ شلون تجي من بغداد على بابل 50 همر تفوت من 2 الظهر؟ زين الشرطه وين؟ الشرطه الحليه وين؟ القائم مقام وين؟ المحاور وين؟ هذا الشغل اللي تبونه يخاف على مناصبهم، مناصب يخافون عمي. والله الله الله يورهم، هاي الحكومة الله الله يورها. الله جاب لنا كورونا، جنة لازل ما يستعظون، عاميهم الفلوس، عاميتهم الدولارات، عاميتهم إيران، عاميتهم الدول، استنى هم دولة هم السرية. واحد يحكي لي مع السعودية، أبو تركيا، مع أبو إيران، عمي اتقوا الله، هذول أطفال، الله 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 يورهم، الله الله يورهم.
نعم يعني ابو هاشم ما يصير والله ما يصير يعني الله شو هذا من البارحه ما حاط لك مرحله اقسم لك حتى خله حتى ذا هو هذي شنو حالته شنو ذنبها تقتل لك 20 نفر شنو ذنبهم النساء الاطفال الجهال يا اخي ما تخافوا من رب العالمين يوم الله والله شوف الله بالمرصاد لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم أنا أشكرك أبو هاشم من بغداد. غسان تفضل. غسان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. كل ما أرتكبوا هذه المجدرة في بعض هؤلاء مجرمين هؤلاء طغاة الله وكيلك هذه مو حكومات هذه مافيات إجرامية متمردة هي وعلى أثر الميليشيات المتمردين هذول عصابات مواليه من الخارج من دول الخارج وعلى راسها ايران جلالة هؤلاء لا يخافوا مستمرين بارتكاب جرائم الحرب في كل مكان في بادية في دياله في اقصى محافظات العراق هؤلاء متمردين نحن نطلع على الجيش الحكومي والله وكل عناصر وكل قيادة كبار هؤلاء متمردين وشكرا. أنا أشكرك غسان من النجف كان معنا. خلونا نأخذ تصريح محافظ بابل اللي تحدث عن رب العائلة الذي قتل وقتلت عائلته معه. ماذا قال محافظ بابل؟ خلونا نشوف ونرجع لكم. فيها سيد المحافظ الأول صحيح مطلوب من مادة 4 للإرهاب المتهم المجنى عليه في محافظة بابل لا يوجد عليه أي مطلوبية وإنما كانت عليه سابقا أمر قبض على أحكام 406 في محافظة بابل لا يوجد عليه مؤشر بل هنالك أمر قضائي من محافظة بغداد من محاكم بغداد حاولت قوات الشرطة أن تنفذ هذا الأمر في محافظة بابل ولكن كمحافظة داخل المحافظة لا يوجد مؤشر معين على هذا الشخص اللي هو المجنى عليه. لا 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 يقصد به ما عندنا علم وإنما هنالك أمر قضائي من بغداد جلبه. قوات يشترك معها اللي صار بها يعني قوات من بغداد لا لا من محافظة بابل ولكن من جلبه الأمر القبض هو من محافظة بغداد ضابط من محافظة بغداد من جهة أمنية قدم إلى محافظة بابل إلى كوثة مع قسم الاستخبارات في مديرية في مدير استخبارات بابل لتنفيذ أمر القبض واشتبك مع طبعا الاستخبارات طلب إسناد من القوات الأمنية السوات والقوات الساندة الأخرى وحصل تبادل إطلاق النار وتفاجأت القوات الأمنية بعد دخول إلى مقر الحادث بوجود. نعم معنا اتصال أبو شيماء من بغداد. تفضل أبو شيماء. الله يسعدك حبيبي. أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. هذا قبل شوية طلع هذا من أمريكا تجاوز على قادة الحشد. احكي لي على المجزرة. احكي لي على المجزرة. احكي لي على المجزرة. احكي لي على المجزرة. طلع قبلك واحد وقال لك هذا الأمر مرفوض وإحنا رفضنا وقلنا له ما يصير. الغلط غير مقبول. احكي لي على ذول الأطفال. احكي لي على ذول الأطفال. المجزرة هاي الدولة هي تأخذ إجراء الباحث. إيه خلاص هو قاعد بأمريكا هو يتحمل خلقه وتربيته. لا انت ولا انا نتحمل تصرفه. هو يعبر عن رايه. لا المفروض ما تعطي مجال. ما اعطينا مجال قلنا انا مرفوض الامر يعني سب اذا سب هو تقوم القائمه بس يموتون 20 نفس عندك حلال انت مثلك مثل غيرك. حتى اليوم انفجار بالبصره. ابو شيماء من بغداد اشكرك. اشكرك ابو شيماء من بغداد. والله اللي عنده نفس طائفي خليه يروح يشوف قناه مثله يتصل فيها. أما يجي على هذه المجازر ويريد يحرف الموضوع لأن والله واحد متصل حشة على فلان وعلى زيد أو عمرو وإحنا ما قبلنا هو يتحمل مسؤوليته. القناة لا تتبنى الآراء. أما إنه يريد يحرف قضية الحلقة ويريد يحرف هذه المجزرة خلي يروح يشوف له غير قناة. يعني والله ما معقول لا ذمة ولا ضمير ولا إسلام. شنو من ناس موجودين بالعراق يعني ما تهز هذه الأطفال وهذه المجزرة. والله لأن متصل اتصل وأنا شو معرفني بهذا المتصل يجوز منكم وبيكم ما أدري حتى يضرب الحلقة فقط. نعم ودائما احنا نتحدث ونقول للمتصلين واحنا وقفنا أخي السب وتغلط لا تجي لا تتصل كل من قاعد له مكان
ويخابر ويسب بهذا ويسب بذاك، هذا مو من خلق الرجل ولا من خلق المسلم ولا من خلق الإنسانية. حتى إن كان عدوك أخي لا تسب وتغلط عليه، عندك انتقاد عندك وجهة نظر تفضل. أهلا وسهلا، معنا كامل من بغداد، تفضل كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة لهاي المجزرة، نعم هاي المجزرة ضعف الاستخبارات وضعف الشرطة. السلام عليكم. أسمعك عيني، يا رأيت تنص التلفزيون للأخير فدوة. صار. نعم صار. نعم. والجيش ما جاي على مود خدمة الوطن. هذا الجيش كله ما يخدم الوطن، وهاي المجازر جاي يصير من وراء الجيش، لا سد الحدود ولا الاستخبار لازمة الداخل، بس حائرين بالراتب. والدولة جاي تصرف أكثر من 300 مليار على هذا الجيش، ومن يريد يروح يريد يعوف الجيش، جيش فتوح تريد تنقتل يروح، هذا الجيش كله يعرف الاسم مالته، اسأل أي جندي قل له شو اسم الجيش قل له فتح، أريد أبقى أريد أروح، يعني ماكو التزام، والأوامر اللي جات تصدر بس تنفيذ، ماكو استخبارات تتأكد على المعلومات. وهذا اللي صار المجزرة كله ضعف الاستخبارات. نعم. وخلي يطلع رئيس وزراء وخلي يطلع وزير الدفاع خلي يطلع الجيش خلي يفحص العتاد مالتهم، إذا ما لقى كله زنجر وكله بوش بنص المخازن، ماكو لجنة، ماكو تفتيش، ماكو تدريب، ماكو عرضات، يعني بس مجرد انطي المسمسكات وروح البس، هذا وانا كل شيء جيش وانا كل اوامر هيك، هذا جيش يطلع، هذا مو صوت مو صوت مو صوت الجيش، صوت الدوله سوات، يعني هي الأوامر اللي طلعت، السوات اللي طلعت على هذه المجزرة هي اللي نفذت هذه المجزرة. السوات راتبها 3 ملايين غصبا عليه ينفذ، المفروض الاستخبارات تعرف في هذا الواجب. نعم. المخابرات تعرف بهذا الواجب، هذا الواجب مو مال الجيش. نعم. بس هاي عصابة. زين هو هذا الجيش المفروض يتفلش، ما يظل. احنا الجيش يسدنا الحدود، ذاك اليوم اول مرة طلع جندي يقول حدودنا مفتوحة، قلت له اذا ما يطلق 1,400,000 تبقى تلبس، تبقى تلبس بالبرج هذا اللي بكاسيه مفدعة وبيبوش نص المخزن خليلك، تضرب بيه تيف وتعرف تضرب بيه فوق، ورا ما تربي ترجع البوشات بنص المخزن، حتى من يفتشون يلقون المخزن مليان، لا خلي يطلعون عليه. اذا هم يدورون صدق دولة وزير الدفاع يقول انا عندي جيش، خلي يطلع على الابراج كلها حق جيش، ويشوفون العتاد اللي موجود ويشوفون السلاح شلون مصدق، بس اعطيني نتيجه راتب 1,400,000 وفي مال. لا أنا أشكر كامل. يمشي. كامل من بغداد كان معنا. خلونا نشوف مقطع، وهو مقطع خاص بقناة الرافدين لأحد وجهاء منطقة جبلة، وهو يتحدث عن هذه المجزرة، نتابع. طبعا هاي حادثة حصلت على قضاء من أقضية العراق، قضاء جبلة محافظة بابل، وجريمة بشعة ارتكبها مو داعش، ارتكبتها القوات الأمنية في بابل، وذبحت 20 نسمة، بينهم أطفال، بينهم مرة نفساء طفل عمره شهرين، ينذبحون 7 أيام 10 أيام ذبحوهم بدم بارد، ويمنعون الجيران التدخل، الجيران يقولوا لهم يا بحنا نطب نطلع، هذا الرجال هذا مرهابي، ما عليه مذكرة قبض، ما حصل عليه اتهم بجريمة، عائلة فقيرة بسيطة عايشة بفلاحتها، يمنعونهم ويفتحون عليهم أسلحة ما انفتحت على داعش، أسلحة فتاكة أحاديات ديماتروف طبعا، ويذبحونهم ويبلشون النوب يبثون دعاية عليهم، يبثون دعاية عليهم كبسلة تجار مخدرات وهذا كذب، يبثون عليهم دعاية دواعش إرهابيين، وبالتالي من يطبون يلقون عائلة مذبوحة نساء أطفال. فنطالب ما نكتفي بقالة مدير الشرطة، نعم نطلب محاسبتهم نعم نعم نطلب محاسبتهم ومكان الحادث. هل يستطيع وزير الداخلية محاسبة هذه القوة
بشكل مباشر ما يحتاج، يعني ما يحتاج والله لجان تحقيق وكذا، انت عندك الامر واضح عندك، المفروض ذول القوى اللي هاجمت اليوم مباشره وقدام وامام وسائل الاعلام تعرضهم بانه تم اعتقالهم وسجنهم، بعد ذلك من تعتقلهم حقق معاهم، مو هم والله اجوا نفذوا العمليه وراحوا وبعدين تجي انت تسوي لك زياره، ومثل المجازر السابقه هم الكاظمي راح على مجزرة الفرحاتية وراحوا مسؤولين على مجزرة ديالة نهر الإمام، وشنو اللي صار بعدين؟ ماكو، بس لجان تحقيق والنتيجة لا تذكر. فاليوم المواطن العراقي شلون راح يثق بهذه الأجهزة وشلون راح يثق بهذه الحكومة إذا ما كان أكو ضمير وإنسانية؟ اليوم تطلع الحكومة يقول لك إحنا حكومة لكل العراقيين، يابا وصل الأمر إلى حد لا يطاق، يعني ما معقول أنه اليوم قوات سوات تجي تهجم على عائلة وتقتل أطفال ونساء، والله لي أنضابط زعلان هو ومرته، يعني هاي وين صايرة؟ والله عمي بالأفلام هم نشوف هيش قصة، يعني عيب والله عيب، لو كان هناك ذمة أو ضمير ما كان صار هذا الشيء، يتحمل وزير الداخلية ويتحمل رئيس الحكومة كامل المسؤولية عن هذه المجزرة. طبعا مفوضية حقوق الإنسان تحدثت اليوم في العراق وقالت بأن قوات سوات الحكومية استخدمت القوة المفرطة ما أسفر عن مقتل 20 شخصا بينهم أطفال ونساء في منطقة جبلة بمحافظة بابل، وأكدت المفوضية بأن حكومة بغداد حاولت طمس أدلة المجزرة تجنبا للفضيحة، والفضيحة صارت بقلاقل، بشأن استخدام القوة المفرطة التي لا تتناسب مع طبيعة الاشتباك والهجوم الذي استهدف مدنيين في منطقة جبلة، مشيرة إلى اعتراف محافظ بابل بأن العائلة قتلت بطريقة لا يمكن البوح بها بشكل صريح. معنا اتصال أم أحمد من الموصل. أم أحمد، مجزرة جبلة شفتيها أنت وشفت الصور وشفت الروايات، وشنو اللي صار بهذه العائلة المسكينة؟ الله، مؤلمة مؤلمة. نعم. يعني مشاهد مؤلمة. يا أخي عندنا بالمصهر نفس الحالة. يعني قتل يعني متعمد، والقضاء عندنا مو عادل، فأفرج. نعم. عن اللي يقتل، يعني حق غير مشروع نساعدنا. إيه. نعم. والله نفس الحالة، نفس هذول ما موجودين نفس قتلوا. أنا عندنا بالمصهر ابني من الناس، إثبات على اللي قتل ابني وطلعوا من قضاء برياء نفس الشيء، وابني راح دمه الشكل هدر. الله يرحم العراقيين، الله يرحم أجدادك أبويا، الله يسلمك. فاحنا هون ودنا حد يعني يرتاضم، انت دحق على الموصل، على القضاة اهل الموصل، خلي يتابعون القضايا اللي الشباب العتروح، ماكو اي حساب وكتاب عليهم، ما دين أحد يعني يرشد على هاي السوالف اللي على طروح أولادنا، يعني بدم بادع يموتون بلا ما أحد يحاسب. فهاش هو هذا اللي يعني مطلوب منهم. معكم أنتم أي؟ أنا أشكرك أم أحمد، وربي يحفظكم ويسلمكم ويفرج عن العراقيين يا رب. خلونا نشوف مقطع لأخت القتيل شلون تتحدث بحرقة وتروي تفاصيل المجزرة واللي صار. نشوف هذا المقطع نرجع لكم. شنو صارت الحادث؟ الحادث هو يعز بنياته زعلانات يمه، اليوم اللي ست شهر زعلانات وما حد له شغله بيه، مشوا عليه مشوا عليه، قال مال بنات ما نطيهن، وحدة عتها اربع جهال وحدة عتها اثنين ما بيها شي، قالوا خلي يشفع من عتن هو ويرجعهن، والله كذب. وجاء خبر منا من المنطقة رايح له خبر. شنو يقولون؟ مادة أربع إرهاب وتأجر مخدرات. والله كذب. أكو بهالصحراء بيته خايسة، سيارته خايسة، خبز ما يشبع، عنده راتب مال عاطلين عند العمل عايش بيه هو وولاده. هو رجال فلاح، فلاح يعني اليوم سواه تاجر مال مخدرات. ما تقول من أهله؟ والله 20 كلهم قاتلين، وبدوش قاتل الصواريخ بيته منك مفلشينه بالصواريخ مفلشينه. هي البارحة الها يقولون أبوه الكاتل. لا والله مو أبوهم، كذب كذب، والله يحبهم يموت عليهم، كذب مو أبوهم. هذا اللي طلع هاي السالفة، هذا يريد يطلع منها، اللي دز 50 همر البارحة يريد يطلع منها،
يريد يطلع منها يريد. هو نسيبه شهر ضابط بالشرطة. بس اسعدنا احنا قبل قلنا واحد جبار من بابل ما حد له شغله بيه. عم مكلم البنات اليوم له ست اشهر ما حد يصلي ولا حد يحاكي. مشينا عليه وما طال تركنا. نسيبه ضابط بالشرطة نازل بالشعب شهاب. نعم بغداد يعني. ايه. نازل بالشعب جاي قوان بغداد وذابين كل قنينات قاص قايل والله اليوم البيت له هدمه على راسه. كل قنين قاص وحمرات ودوشقات وصواريخ وانا قيتي. اخوك هم متعارك ويا القوات الامنيه؟ اخوي ايه متعارك صحيح ضرب دفاع عن النفس. تمام. صحيح اخوي ضرب دفاع عن النفس. ورد القوات الامنيه شلون كان؟ ايش بيها؟ قويه؟ لا والله ضارب بالبدايه جاي لنا مدد. معنا اتصال علي من البصره، تفضل علي. نعم فضلك اخي قواك الله. سمي. الله يقويك الله يحفظك. اخي زين يعني هسه هاي الجريمه ونطلع دوشكات وحاقيات يعني على اطفال. شي والله بوزاره الدفاع ولا هاي يعني هسه هو ماكو مسؤول يحاسبهم. يا اخي شو حاسبه وصد هذا حسين على مود جريمه حلبته وجريمه هو على مود جريمه حلبته يعني هاي ما تحاسب عليها المسؤول. حكم على الدجيل. على الدجيل وعلى فقط. يعني هاي ما نعم. هاي ما يتحاسب عليها يعني مسؤول ما يتحاسب عليها يعني ما يحسب حسب عمليات مثل الدجيل لو بس يعني ذاك نظام سابق وهذا طلع انت يعني رتل طلع على بيت فقير يعني والله ما في جريمه هيك لا بالانسانيه يعني تتوجف العقل نعم شنو مثل من بشر ذول شنو يا اخي حاسبهم مثل ما تحاسب صدام لو بس يعني قولت من قال الله من قصر غفار روحهم وصفهم شديد العقاب الله يرحمه الرحيم ونعم بالله. انا اشكرك علي من البصره كان معنا. معنا ابو احمد من الفلوجه، تفضل ابو احمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك ابو احمد. قبل ما قبل ما نتكلم قبل ثلاث سنين لا. تقريبا ثلاث سنين اذا مو اقل لا. بشويه لا. صارت حادثه لا. صح ما صارت بها مجزره الحمد لله. هم واحد تعارك ويا زوجته مسويت له فاصوليه ببغداد فزعلان من عندها. هي عندها اخوتها هم يدامون ما اعرف بالجيش او يدامون باحد الاجهزه الامنيه فضاربها مصيح عليها خابرت على اخوتها هم تحرك رتل كامل على هذا الشخص زين يعني ها اذا كل ما تصير مشكله عائليه واحد عنده ضابط له اقرباء ويسوي له مشكله ويسوي له مجزره هاي احنا وين عايشين بغابه عايشين في فيلم وشنو شنو القضيه تفضل عين ابو احمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا اهلا بك اخي رحمه والديك هي من 2003 لهذا اليوم حادثه بقطر حادثه حادثه بقطر حادثه بلد انتهى بلد سلمني عليها والله يحتفلون بمناسبة فلان مناسبة فلان بابا 20 نفر تطب عليهم قوة حرام عليكم خافوا من الله ما تخافون من يوم القيامة انت يا رئيس الوزراء يا وزير الدفاع يا وزير الداخلية يا استخبارات هي بلد يعني خافوا من الله خلوا خيفة الله اليوم خلوا خيفة الله نسأل الله العظيم نسأل الله ينتقم من هذه الزمرة اللي جتنا دمرت البلد يا أخي والله دمار للبلد هاي الزمرة دمرت البلد دمرت العراق بأكمله احنا ما عندنا لا طائفية ولا رايحة أبو بصرة أبو ديالة أبو موصل أبو رمادي وهاي كلها نفس الشيء يا أخي بلد عوائل تروح والله أباء منثورة شكل لجنة راحت اللجنة جت اللجنة راحت اللجنة وكذا هذا شيء الضبط اللي دز عليهم على مود مره زعلانه ما شنو علقه بمل مكان ياخذ الناس كل تاخذ احتياط والله هذا تعلق بمكان هذول اللي انكتلوا هذا ما الله شيء يعني عجيب. نعم. اني اشكرك ابو احمد من الفلوجه. معنا جبار من بابل، تفضل جبار. الو. تفضل عيني جبار. الو. اسمعك عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أقول لك يا شيخ ترى مو جديدة علينا احنا بالنسبة لنا الحمد لله وشكرا الله يحفظ على سلامتك. ذاك اليوم أقلب بالقنوات لقيت بنية تدرب حسين ضربة الأحصان وجهها محكمة ضربة الحيوان
ودوها محكمه. اي وانت هسه هاي مجازر 13 مثلا 14 نسمه تروح، شنو ذنب هالانسان؟ ما شنو ذنبه؟ الو اسمعك اسمعك جبار، شنو ذنبها وشنو وعدنا من وشنو اللي صح؟ ليش؟ يعني هذا ابنك باط بعده ما شاف الدنيا وما اهله كيفين بيه جاي تباوع تباوع المجازر، شنو ذنب هالعالم؟ ليش؟ على مال من؟ من حمل مسؤوليتها؟ والله نسيب زعلان يوم السند شلون؟ هو هذا هو هذا الكلام نحن يتقالوا مع الاسف هذا اللي يصير بالعراق، هو هذا اللي يصير. أنا أشكرك جبار من بابل، ويبقى التساؤل إلى متى تنتهي المجازر في العراق. رسالة من علي الجابر من ألمانيا يقول السلام عليكم، هذه القضية تهز ضمير الإنسانية، الحكومة تايهة، كل مسؤول يصرح شكل الرجل المسكين هو وعائلته راح دمهم هدر، لأن الشعب مو يخاف من الإرهاب، يخاف من الدولة والجهات الأمنية الحكومية، لم يحققوا بقضية الرجل، هجموا على داره وأبادوه هو وعائلته، زين هذا من يأخذ حقه؟ فقط أقول الله المستعان. رسالة أخرى يقول فيها، يقول هذه بداية للتغيير الديموغرافي كما يقول بقيادة الميليشيات والسيطرة على كثير من المناطق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن مجزرة جبلة التي راح ضحيتها أطفال ونساء من عائلة واحدة. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.